عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مع شباب المحاصرة. سادتي الكرام، كثيرة هي السلوكيات التي تهدد شبابنا، لربما في بعض الأحيان تحرفهم عن جادة الصواب وتؤدي بهم إلى متاهات لا يحمد عقباها. واحدة من هذه الأمور المهمة والخطرة والتي أصبحت تهدد الكثير من شبابنا هي ظاهرة الإدمان على بعض السلوكيات. كيف ممكن أن نواجه هذه الحالة الخطرة؟ كيف ممكن أن نحد منها؟ وكيف ممكن أن نحصن شبابنا من هذه الحالات وهي حالات الإدمان؟ سادتي الكرام، هذه الأمور هي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. نتناقش إن شاء الله بكل هذه المحاور مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سماحة الشيخ ناصر الأسدي، حياكم الله سماحة الشيخ. أهلا بكم ومرحبا. الله يحفظكم. وايضا نرحب بضيوفنا الاعزاء شبابنا، حياكم الله، يا مرحبا بكم. يا مرحبا بكم، اهلا وسهلا. سمعت الشيخ، اريد ابدي من بالحديث مع حضرتك بخصوص مفهوم الادمان بصوره عامه. لربما مفهوم اصبح فضفاض حقيقه، مصطلح فضفاض، يعني كثير من الامور تندرج تحت طائله هذا المصطلح بالوقت اللي بعض الاشخاص لا يعيرون الى اهميه. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. الإدمان لغتان، يعني في علم اللغة العربية يعني التعود على شيء. أجل. ومن كثرة استعمال هاي الكلمة في الأمور السيئة، يعني على سبيل المثال الإدمان على المخدرات والخمور، الإدمان على التدخين، الأمور السلبية، صار للكلمة ظلال لما نقول إدمان يعني شيء موزية. بينما هي الكلمة أوسع من هذا المعنى، يعني ممكن واحد يكون عنده إدمان على شيء مستحب ومطلوب، عنده إدمان على زيارة الإمام الحسين فشيء كلش جيد، عنده إدمان دائما يشوف فقير ما يرده، هو يروح يبحث عن الفقراء، متعود على هالحالة، هذا إدمان، بس هذا مو سيء. فالنفس مفهوم الإدمان يعني التعود على فعل معين، هذا لغويا، هذا اللي لغويا. نعم. من الناحية الاصطلاحية، يعني هذا المجتمع اللي نعيش فيه يقولون الإدمان على الموبايل، الإدمان على المخدرات، الإدمان على مختلف الأمور السلبية. فهذني لازم احنا كل واحدة منها بها بحثها الخاص. أكيد. اليوم سمعت الشيخ كثير حقيقة من الأمور اللي يعني من هذه العناوين اللي ذكرتها مواضيع الإدمان تهدد شبابنا. اليوم إذا ما أردنا نتحدث عن واحدة من هذه الأمور الخطرة حقيقة، هي قضية إدمانهم على بعض السلوكيات مثل التدخين، وربما إذا رحنا بعيد أكثر حقيقة أصبحت المخدرات هي واحدة من الآفات اللي تهدد مجتمعاتنا. ما هي الأسباب التي تدفع الشاب إلى أن يتجه باتجاه عقاقير تذهب عقله وتذهب إدراكه مثل المخدرات وغيرها؟ حقيقة الأمر حينما تكثر المشكلات يحاول هذا الشاب يشوف له حل. أزمات على نفسه كثيرة، مثلاً عنده أزمة بطالة، عنده أزمة فقر، عنده أزمة عزوبة، عنده أزمة سكن، عنده أزمات من هذا القبيل، فيضوج من الحياة، يعني يصير في الشكل اللي يتعب من هذا الواقع، فيروح يتوجه إلى شيء اللي شوية يريحه، يتصور أن المخدرات تريحه، بس هذا خطأ فظيع. المخدرات يدمن عليها ورا 6 شهور ورا سنة يبتلي بأمور كبرى، ذريتها تطلع معوقة أحيانا، تشوهات خلقية، تشوهات في الذرية تصير، أمراض في الكبد تصير، في القلب تصير. الإدمان على المخدرات شيء جدا جدا مضر يعني، ويدمر الشاب، بس هو فتشي لذيذ يعني الإدمان على هالأشياء المعروفة، لأنه فتشي يشعر فد لذة مؤقتة عليها. واحد مدمن على كثرة الطعام، أكل يعني يأكل كثير، يشوف أكل طيب يقول ما يتفوت. زين. يوم أكثرهم في الفترة الأخيرة يعني حقيقة. حتى أدى إلى السمنة مفرطة بالمجتمع. هذا مو زين.
جدا قبيح، يدمر كل أجهزته الداخلية الأكل الكثير. فضغط الأزمات تخلي الإنسان يفلت. الشاب جديد مو ناضج، قراراته غير ناضجة، ما عنده مستشار، ما عنده أبو حكيم يوجهه، ماكو واحد أكبر منه اللي يوجهه، فينفلت. شايف قاعد مع شاب مثلا نسولف شيء كذا، يقول شيخنا هذا هواية ضوجني هذا الكلام، يعني من الأزمات، أزمات المجتمع، يقول ضوجني هذا الكلام، يطلع علبة الدخان يدخن بسرعة، يدخن يقول هذا التدخين هو اللي يريحني. نعم. فضغط الأزمات وتكاثرها كمان، فتخلي هذا الشاب الإنسان لما نصير هواية ضغط عليه، أهلا من هواية نحير، يعني أزمات تكثر، نقول نروح في السفرة، نروح نزور المولى أمير المؤمنين النجف ونرجع، هم نحصل ترفيه نفسي، هم نحصل ثواب، وهم يعني تصير فت حركة، يعني خلاف التراكمات المنهج اليومي. اليوم سمعت الشيخ بما أنه تحدثت عن تراكمات، وتراكمات تؤدي إلى أنه تؤدي إلى هذه النتائج، هل اليوم احنا ك يعني اعلام على سبيل المثال، هل الدوله المؤسسات البقيه اللي راح نتحدث عنها تباعا ان شاء الله ومسؤوليتها بخصوص هذا الموضوع، هي مسؤوله عن ايجاد بديل للشاب عن هذه الامور والسلوكيات الخاطئه؟ حقيقه الدوله لها حصه الاسد في العلاج. نعم. اصلا لازم باستمرار تصير خدمات بالمجتمع حتى هي الأزمات تقل وتضمحل. يعني هذا الشاب مطرة الأمطار الغزيرة خلال يومين الماضيين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، المطر رحمة، لكن سد الطرق في بعض المناطق. نعم. سد الطرق، ما يقدر يواصل دراسته، ما يقدر يطلع يروح للسوق يشتري له مثلا خبز ويجي، ما يقدر يعني يتحرك، انسجن بالبيت. أنا أعرف موارد من هذا القبيل. الخدمات الإنسانية والاجتماعية، إذن الخدمات تخفف من الأزمات. إذا خففت الأزمات بعد على كل حال شوية ينطلق هذا الشاب. مثلا بالنسبة للأزمات، الفقر كما يقال فقر كافر. الفقر يدمر الإنسان، يعني كاد الفقر أن يكون كفرا، يقول مولانا أمير المؤمنين، ويقول أيضا لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر مو زين. فهذا الشاب يريد شوي يطور وضع الاقتصادي مدى يقدر، وده يعيش حالات، يعني اكو حالات في المجتمع اللي يعني تحطم الانسان، تحطم معنويته. يريد يشتغل ما محصل شغل، يريد شويه راس مال فد مقدار يعني ولو نسبي مدى يحصل، ولا احد يقرضه، ماكو مؤسسه خيريه تقرضه. الزواج ما متزوج، خو هذا يعيش في ضغط الأزمات، وين يروح؟ يروح للترياك، يروح للأفيون، نستجير بالله، يروح للمخدرات، يروح للخمور. نعم. سمحت الشيخ، بما أنه احنا تحدثنا عن هذه الأسباب وطرحنا بهذا الموضوع، لربما سائل يسأل الآن يقول من خلال الحديث دا يبرر الفعل، فعل المدمن، يعني بما أنه احنا ذكرنا بأنه الظروف غير مؤاتية، بالتالي هو اتجه إلى المخدرات، ظروف الدولة والتقصير أدى إلى المخدرات، يعني هل ممكن أن يكون كل هذه الأمور هي مبرر لمن يسلك هذا السلوك؟ لا، الواقع السيء ليس مبرر لأن يسلك الإنسان طريق الضلال، هذا قبيح ومو مقبول أصلا. المفروض أنه يعني هو يحاول يطور وضعه إيجابيا. لو عنده أزمة يحاول يتجه للمعنويات، المعنويات تعالج وضع النفس. يعني مثلا احنا من عندنا أزمة نفسية، مثلا مشاكل ضغط، قوم نزور الإمام الحسين سلام الله عليه. لما تزور المولى صلوات الله وسلامه عليه تحصل معنوية، تشوف هذا الإمام إيش قد ضحى في حياته، شقيت مشاكل صارت له اللي تهد الجبال، يعني بس اتحمل، يعني اتحمل برحابة صدر والصبر. فمفروض أن الإنسان يتعلم من القدوة مالته،
الإمام المعصوم ينطيك معنوية لما نزوره، هاي طبيعية الشغلة. فلازم ما ننطي تبرير للشاب أن يتعود على العادات السيئة. يقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخير عادة والشر عادة. يعني الإنسان يقدر يعود نفسه على الخير، ليش يروح يرتكب شر؟ ارتكاب الشر هاي زلة، يعني زلق راح، هذا مو صحيح. لازم يعود نفسه على الخير. قراءة القرآن، قراءة القرآن تريح النفس. الأدعية، دعاء، أنا أتذكر في فترة من مراحل الشباب، يعني قبل حوالي 40 سنة، 45 سنة، إحنا كنا ننتظر طول أيام الأسبوع، ننتظر ليلة الجمعة، وليلة الجمعة بها زيارة وبها دعاء الكميل، كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه. دعاء كميل يعني ينطي معنوية للإنسان، يرتاح الإنسان. و اللهم قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك. يعني يا إلهي قوني على الخدمة، قوني على النشاط. فالدعاء ينطي معنوية. فتعودنا، صارت عادة. إدمان دعاء الكمل ليالي الجمعة. الإدمان الإيجابي، الإدمان الإيجابي الروحي المعنوي، ينطي معنوية للناس ويطرد الأزمات النفسية والقلق والتوتر وأمثال ذلك. سمعت الشيخ، إذا ما أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد، يعني الكثير من الأهل على سبيل المثال والأشخاص، المجتمع، الدولة، في بعض الأحيان تتخوف أنه تطرح بعض المواضيع ويعني تختبئ حقيقة وتحاول تخفي المشاكل الموجودة خوفا من نظرة الآخر لهم. وربما يعني يزداد هذه الآفة، تزداد وتتضخم إلى أن تصل إلى درجة الانفجار، وبالتالي الأهل ما والمجتمع، الدولة وغيرها ما حاطين الحلول إلها، خشية أنهم ينفضحون، وخشية أنه الآخر يعرف بيهم. تعامل الأهل، تعامل الدولة، تعامل المؤسسات بهذه الطريقة، هل هي طريقة صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة، ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع مثل هكذا حالات؟ يعني حقيقة جذر القضية، يعني الأزمات هذني تابعة للإنسان المتلقي. الأزمة لازم عندي وعي وثقافة شلون أعالجها. إذا الإنسان أشغل يظل الأزمات تجي تصول عليه وتجول، هذا مو صحيح. لازم يعرف شلون يعالجها. معالجة الأزمات تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى وعي. الوعي منين نحصله؟ الوعي نحصله من وسائل الإعلام، نحصله من مناهج التربية. مناهج التربية أمر جدا حساس وبالغ الخطورة جدا. مناهج التربية يعني هالكتب اللي ندرسها لشبابنا في المدارس وفي الجامعات، هذه بلاد العالم بصورة مستمرة عندهم لجان خاصة، في كل سنة أكون مراجعة لهاي المناهج، يطوروها باستمرار. هاي المناهج هي اللي تصوغ عقلية الشاب، تخليه هذا متلقي للمخدرات لو رافض للمخدرات. المقالات المركزة اللي يكتبوها أصحاب الاختصاص وتدرس في المدارس والجامعات، هاي تحصن الفرد. مناهج التعليم شغلة أساسية جدا وبالغة الخطورة، هذه تأثر. الجهاز الإعلامي والتثقيف الديني، يعني مثلا في بلادنا المنبر الحسيني ومنبر الجمعة، هذا مؤثر جدا في تربية الجيل الجديد وإعطاء معنوية لتحدي الأزمات. الأزمة لازم نتحداها، لن ننكسر أمامها. هذا جدا مهم. التربية الأسرية، الأب والأم لهم تأثير على شخصية هذا الولد أو البنت، ينطوه معنوية حتى يتحمل المشكلات، ولما يصاب بأزمة معينة يروح يستشير أهل الخبرة أنه شلون أنا أعالج هاي الأزمة، مو أنه يروح ينطي وجه للمخدرات والتدخين وأمثال ذلك. وهذا جدا أمر يعني محرج ويدمر الشاب، يدمره يعني بعد
بعد ما عنده إرادة، بعد ما عنده إنتاج، كله يروح على الشهوة مالته. أكيد. سمعت الشيخ، معنا إذا ما أردنا ننظر إلى المخدرات، نتحدث تحدثنا في بداية حلقتنا عن الإدمان بصورة عامة، لكن بما أنه الحديث حقيقة أنجر باتجاه المخدرات، أنا أريد أخذ يعني من حضرتك رأيك بنظرة المجتمع، نظرة الشارع المقدس للمتعاطي. البعض يتصور أنه تعاطي المخدرات يختلف عن تعاطي الخمور، ويصور الأول مباح والثاني حرام، فكيف ممكن أنه نفرق بين هذا وبين هذا، وهل الأشياء تتشابه؟ الإجابة إن شاء الله على هذا الموضوع راح تكون بعد الفاصل سماحة الشيخ إذا سمحت لنا، سماحة الشيخ ناصر الأسدي وأيضا ضيوفنا شبابنا الأعزاء. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله حديثنا بخصوص حلقة الرياضة اليوم. سادتي الكرام، متواصلين وحلقتنا الرياضة اليوم من برنامج مع الشباب المعاصر، لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله سادتي الكرام مرة أخرى، متواصلين وإياكم وحلقة لهذا اليوم من برنامج مع الشباب المعاصر مرة أخرى، ورحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم سماحة الشيخ ناصر الأسدي. حياكم الله سماحة الشيخ. سلامكم الله، عزكم الله، الله يحفظكم. وأيضا أرحب بضيوفنا الأعزاء اللي إن شاء الله سنتناقش معهم بمحور حلقة لهذا اليوم، لكن بعد قليل إن شاء الله. سماحة الشيخ، نرجع إلى السؤال اللي طرحناه قبل الفاصل، نظرة الشارع المقدس إلى من يتعاطى المخدرات. بالنسبة للمخدرات السائلة، يعني الخمر والبيرة وأمثالها، هذني المنتشرة في بعض البلاد الأجنبية، الخمر هو حرام والشرب من الكبائر، يعني من الذنوب الكبيرة، وآيات عديدة في القرآن الكريم عندنا، وروايات ما شاء الله، وفي الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللي أخرجه المحدث القومي في كتاب سفينة البحار، جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحها الخمر. الخمر أم الخبائث، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله 10 في الخمر، الزارع والبايع واللي يعصر الماي ويصنعه واليشهد عليه ومختلف 10 فصائل اجتماعية اللي يتعاونون في الخمر رسول الله لعنهم، والفقهاء يحرموها هاي. تحريم مطلق. بس هاي الخمور تختلف عن المخدرات الجافة، يعني الترياك مثلا، الترياك هذا أيضا حرام، بس الحرمة مالته حسب التعبير الفقهي بحكم ثانوي، لأنه ضرر كبير، ضرر كبير على البلاد، ضرر كبير على الشباب، ويحطمه، يسلب منه الإرادة. الشاب بعد ما له خلق يشتغل، ما يروح للمزرعة يشتغل، ما يروح للمعمل يشتغل أصلا، يعني يصير ذابل وقشر، يصير ما بيلو باب هالشكل، ما له خلق يدرس هيك، يعني يصير فد إنسان نموذج للفشل، يمشي بالشارع يستهلك، يأكل وينام ويصرف أموال طائلة على هاي المخدرات. بالنسبة كله يعتبر حرام جي. بس الخمر بالحكم الأولي حرام، والمخدرات الجافة الترياك والهيروين وأمثالها هذني بالحكم الثانوي فقهائنا يحرموها جي. يعني حتى فالنتيجة كلها حرام، كلها حرام. يعني الصورة الخاطئة عند البعض أنه يتصور الخمر حرام وغيرها ربما تعتبر من الأشياء الحلال، هو في التصور خاطئ. وسمعت الشيخ، إذا سمحت لنا، بما أنه نتحدث عن الشباب، لا بأس أنه نشترك شبابنا اليوم المتواجدين ويانا ونتحدث بموضوع حلقتنا هذا اليوم. حياكم الله مرة أخرى شبابنا الأعزاء، اليوم أريد أتحدث وياكم بخصوص هذا الموضوع. قبل لا أدخل بالحديث، أكو من عندكم شخص عنده استفسار أو سؤال بخصوص محور حلقتنا هذا اليوم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمي محمد حسين. حياك الله يا محمد. شيخنا، في هذا في الوقت الحالي الان الشباب ما يستمعون الى النصائح، فكيف نقوم بمنعهم عن
نقوم بمنعهم عن الإدمان السيء، وفي نفس الوقت نقوم في التحفيز عن في التحفيز بالإدمان الخير. يعني مشخص حالة محمد، إنه شبابنا اليوم والبعض من عندنا، زمان نتحدث عن الكل، ما يتفاعل مع النصيحة. يعني حقيقة هاي تابعة لتربية هذا الإنسان، يربوه يعني هالشكل شرس، وما يعلموا على احترام الكبير، ما يعلموا على أخذ الكلام من الأكبر. هاي حالة سيئة، لازم ما دام هو طفل، ما دام هو في المرحلة الابتدائية من الدراسة، لازم يعلموه احترام الكبار وأخذ نصائح الأب، أخذ نصائح الجد، أخذ نصائح الأكبر منه. يعطوه مثال، يعطوه قصة، يعطوه ناس، يعلموه أنه اسمع من الأكبر منك. القضية قضية تربوية، ويحتاج تركيز على هذا الأمر حتى الفرد لا يطلع شاذ بالمجتمع، يرفض كلام الأستاذ، يرفض كلام العالم، ويرفض كلام الخطيب، ويرفض كلام الجد والأب وكل من أكبر منه. فالقضية قضية تربوية وتحتاج إلى معالجات على كل حال مجتمعنا، بوسائل إعلام، بمناهج تربية، بالأسرة، الأبو، الجد. لازم مثلا سابقا الآباء آخر الليل قبل النوم كانوا يسولفون قصة الليل. نعم. قصة وهمية خيالية، يعني هو يصورها، هو يصنعها، قصة ما له واقع، بس يدخل وسطها النصايح. مثلا الغراب هالشكل، نصح العصفور، قال له دير بالك، قال له كذا كذا كذا. الطفل يتقبل النصيحة من خلال القصة. يتقبل، وتصير يعني حالة طلب وتلقي. حتى بعض الأحيان هم يطلبون، يقولون شنو قصة الليل هالليلة ماكو. فعن طريق القصة من الوسائل الفنية التربوية المؤثرة. أي واحد تريد تأثره وياخذ بنصيحتك، أعطيه قصة. هاي القصة راح تجذب انتباهه وتسولف له، خلال القصة أعطيه النصيحة فتشوف ياخذها، فيصير يعني فتشي إيجابي ومؤثر. الآباء والأمهات لازم ينتبهون لهاي القاعدة. المربين يعني الأساتذة والمعلمين بالمدارس لازم عندهم فد خزين من القصص، يعني عنده فد ما لا يقل عن 200-300 قصة، وأحيانا بين فترات متباعدة يكرر بعض القصص المهمة، في مثلا في بر الوالدين، في الصدق في الحديث شيء. فهذا على كل حال يعني شيء مؤثر جدا. أكيد. شكرا لك يا محمد، وشكرا على سؤالك. خلي يعني نقلب المعادلة، دائما الشباب ما يصيرون، خليني أسألهم الآن. يعني سمعنا من جناب الشيخ مجموعة من السلوكيات اللي ممكن أن يعني يعبر عنها بالإدمان. أنا أريد أسأل، هل يعني تعتقد يعني أنه أو هل هنالك تصور سابق بأنه الاستخدام الدائم للإنترنت يعتبر إدمان؟ خلي ناخذ رأي. عفوا اسمكم؟ سيد باقر. سيد باقر، حياك الله يا سيد باقر. استخدام الانترنت، هل كان لديك تصور سابق بانه هو يعتبر نوع من انواع الادمان؟ نعم، يعتبر نوع من انواع الادمان. جيد. كيف تنظر الى تعامل الشباب مع هذه الجزئيه؟ تعتقد بان الشباب اليوم مدمنين انترنت؟ نعم مدمنين انترنت. زين، هذا خطر تعتبره؟ إيه؟ وين تكمن خطورته؟ على السلوك الشخص. بس المايك قرب لنا. على السلوك الشخص نفسه هو يعني. بلي، على سلوك الشخص. سلوك الشخص نعم. نفسه. جيد، انتقل للاخ. سلام جعفر. سلام. نعم. حياك الله يا سلام. سلام، هل لديك اصدقاء مدمنين انترنت او مدمنين العاب الكترونيه؟ اكيد نعم، مدمنين انترنت وادمان مفرط. مفرط. نعم. زين، شلون يعني شخصت هذه الحاله عندهم؟ يعني سلوكياتهم، ابسط شيء مثلا مواعيدهم، مثلا احنا نعرف ان الانسان الى حد وقت راحه. نعم. يعني سهر مفرط، تاخير عن الدوام، حاله صحيه، حالتهم الصحيه سلبيه يعني جدا. فهذه ابسط الامور. جيد،
تحدثنا عن السلوك والإدمان بالإنترنت، هل تعرف بعض الشباب عندهم إدمان من نوع آخر ما تحدثنا عنه اليوم؟ يعني من الأمور المهمة اللي أحب أنوه عليها أنه إدمان الأرجيلة هسه صارت فتشي جدا مباح بالشارع لكنه سلبي جدا، وممكن إدمان الأرجيلة مضر أكثر من إدمان الإنترنت. جيد، أرد أسألك سؤال قبل لا أنتقل لواحد من الشباب. عندك إدمان أرجيلة وأكو إدمان ألعاب إلكترونية وبعض يعني لربما السلوكيات الخاطئة اللي إحنا بالحمد لله في كربلاء لربما يعني تعتبر قليلة، عندنا ربما يجوز بغير محافظات أو غير بلدان توجد فيها قضية الإدمان على المخدرات وغيرها. كشاب ومعايش الشباب اللي وياك، ما هي الطرق اللي تعتقد بأنه هي كفيلة بأنه تتغير سلوكياتهم من الإدمان على هذه الأشياء إلى يذهبون إلى أشياء أخرى إيجابية؟ أنه اللي يقع بشيء مؤذي يؤذي ممكن يغير، لأنه أنا شخصيا جربت كنت مدمن على فتشي على التدخين تأذيت جدا، أنه كان لي قرار انتهى التدخين. جميل، أنت قررت؟ أي شخصيا أنا كان عندي هذه التجربة. جميل، لأنه أذاني فقررت انتهت، فبدل ما كنت مشجع الى هذا الشيء صرت انصح جماعتي انه هذا الشيء. وصلت الى درجه الادمان، يعني وصلت الى درجه انه اذا في يوم من الايام ما تشرب النرجيله تحس اكو فد شيء، هو هذا يعبر عنه بالادمان. اذا وصلت الى درجه اذا ما اديت هذا الشيء تحس اكو فد نقص بحياتك، وصلت لهي الدرجه؟ يعني مو احس انه فد نقص بحياتي، وانما الحياه ماشيه، لكن عقلي يقول لي انه شنو فد قاعده حلوه، فد مكان حلو، فد سمر وكذا، فيكون فد شيء لطيف على القلب، لكنه شنو مؤذي. يعني ماكو، يعني انا في رايي ماكو شيء اسمه ادمان، اكو شيء اسمه عقل، لو يمين لو يسار، اما نعم اما لا. جيد، صحيح. انا اريد اسال الاخ بسؤال صغير. بالنسبه لي بما انه اللي تحدث عن الادمان، سؤال بنعم او بنعم او لا، ممكن الشاب يتغير اذا كان مدمن على قضيه ما مثل النرجيله، سهله يتغير او لا؟ نعم او لا؟ نعم بسيطه، بس يحتاج لبديل. يحتاج الى بديل. احسنت، جيد جدا، احسنت. يعني راح نتحدث عن البديل بالجزئيه، والان هو حقيقه البديل هو اعتقد اللي راح ياثر على الشباب. انا اشكركم جدا، وإن شاء الله ممكن أنه بيقابل الوقت إن شاء الله نعود لكم مرة أخرى ونتحدث بحديث أكثر بخصوص موضوع حلقة هذا اليوم. سمعت الشيخ، يعني الأخوان تحدثوا في مواضيع مهمة جدا، تحدثوا عن تجارب مهمة جدا، تحدثوا عن بديل. من هي الجهة التي توفر البديل للشاب الذي لربما أدمن على فد نوع هو غير محبب؟ يعني منظمات المجتمع المدني لها التأثير الكبير في هاي الأمور. يعني هذا الشاب ليش ليالي محرم وعاشوراء ما يروح على هذا الإدمان ماله؟ يجي على الأنشطة الحسينية. يجي ويتحمس ويضحي وينطي وقت، لأنه أكو فد بديل بيه عواطف وبيه حماس وبيه نشاط. الشاب يحب النشاط، يحب أي نشاط إيجابي يروح، يعني يتعود على هذا النشاط ويتواصل وياه. إحنا يحتاج أن يعني منظمات المجتمع المدني يمكن أن تسوي برامج ملتقيات. أنا أعرف شباب عندهم ملتقى أسبوعي يتحمسوا له، يروحون يتحضروا له ويجتمعون وشي، يشوف أصدقائه، العلاقات الاجتماعية ضمن البدائل، يشوف أصدقائه ويقعدون ويتعشون ويسولفون وشي، فيصير اجتماع جميل. جميل، فهذا شوية بنسبة معينة يعبي الفراغ اللي في نفسه موجود. بعد ما يكون ضايج كلش وشي، ويقول أطلع الجكارة وأدخنها أو مثلا أروح على الأرجيلة. إحنا لازم نشوف البديل للشباب. النادي الرياضي بلا إفراط، يعني بالمقدار المنطقي والمعقول، حتى لا يكون البديل هو بإدمان. يعني احنا كنا شباب، يعني قبل حوالي 50 عام 45 عام كانت عندنا مجالس ليلية. كل ليلة عندنا مجلس حسيني في منطقتنا هنا، هاي العباسية الشرقية، كل ليلة اكو مجلس، يعني السبت بيت فلان، الأحد بيت فلان، الاثنين بيت فلان، وهكذا.
بعض الليالي مجلس، يعني بعض الليالي ثلاث مجالس. فالمجلس أصدقاء موجودين، نقعد ونشرب شاي ونسولف، بعدين يجي الخطيب يذكر في القصة، يذكر حول فضائل شهر رجب ويشوقنا على المستحبات وشيء، فكنا نصير في هذا الاتجاه. إذا الشاب راح للمجلس وتعود على مثلا الأدعية اليومية، تعود على بعض العلاقات الاجتماعية، تعود على الزيارة، يعني جملة أمور يتعود عليها، فتعبي نفسه، وبعد ما يشوف إلى حاجة أن يروح للمقهى. الآن أكو نماذج، أكو نماذج شباب عندنا هنا، هيئة خدمة أهل البيت صلوات الله، مجموعة من الشباب الطيبين في هذا البرنامج هالأيام الفاطمية 60 ليلة عندهم مجلس، كل ليلة في بيت واحد، كل ليلة في بيت واحد، هذا المجلس صاير مجمع لهم، يجتمعون واحد يشوف الأخ، يتبادلون أخبارهم، يسمعون فد كلمة من الخطيب، فد نصيحة، فد شيء اللي ينفعهم. خطيب واعي يتكلم كلام مؤثر ويحضر مجلسه، خطيب اللي يحضر المجلس ويتكلم كلام نافع للشباب، الشباب يجون. صح. بس القيادات لازم تنتبه حتى تلزم هذول الشباب. منظمات المجتمع المدني، الملتقيات، البرامج النافعة، ما عندنا احنا مثلا نشاط مسرحي، نشاط مسرحي ما عندنا، او اذا اكو ضعيف ما مسنود، ماكو جهة اللي تسنده. المسرحيات مسرحيات جميلة وحلوة وبيها فن وبيها نشاط، يروح يشوف فد مسرحية حول مثلا قصة أولاد مسلم. فد مسرحية حلوة قصة أولاد مسلم، وهذا شيء جميل يجذبه. هذا ما عدنا، ما عدنا مسرح وفن، هو هذا البديل. ما عدنا ملتقيات، ما عدنا برامج يعني اللي تنطي حيوية للشاب. بعدين إضافة إلى ذلك ورش عمل، ورش عمل نشاط. في بعض البلاد سووا مجاميع من الشباب يودوهم المزرعة، مزرعة يروح وحماس ويشتغل وبيئة نظيفة ويشتغل وشوي يحصل فواكه وكذا، هم هو قدم خدمة هم حصل شيء. أحيانا ينطوا أجرة، أحيانا تبرع يسوي شغل. فيريد بديل عملي للشباب. هذا منظمات المجتمع المدني ووزارة الشباب والرياضة ووسائل الإعلام يمكن أن توجه بهذا الاتجاه. وتبقى القضية الكبرى القناعات. يعني الصناعة صياغة عقل الشاب، لازم يعرف الوقت له قيمة. بهذا الوقت أديسون توصل إلى اختراع المصباح الكهربائي. بهذا الوقت الطبيب يعالج مريض من يخلصه من مشكلة كبرى في القلب. بهذا الوقت التاجر يعقد صفقة يحصل كذا مليون. صح. الوقت ثمين، ما لازم هذا الوقت ببساطة وبرخص هالشكل نهدره. يعني هدر الوقت يصير مثل ما واحد الله يرحم المرجع الكبير الإمام المجدد السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، كان يتكلم حول اللي يهدرون الوقت. يعني كان يوجه الشباب، احنا كنا الشباب في الحوزة، فكان يوجه يقول اللي يروح يقعد في قعدات غير نافعة، مثل ما واحد عنده كيس ليرات ذهب، ليرة الذهب الليرة الوحدة سعرها بمليونين دينار، يقول هذا ياخذ ليرة ويذبها بالبير، بعدين ساعة ثانية أخذ ليرة أخرى ذبها بالبير، ساعة ثالثة أخذ ليرة ذبها بالبير، يعني ده يحرق عمره. توصيف جميل. إيه يعني. الشباب هو اللي يسوي نهضة بالبلد، الشباب هو اللي يسوي تغيير، هو اللي يسوي تقدم. الشباب يعني هم الأصل في كل الأمور، لأنه عنده طاقة وعنده وقت وعنده شوية أحيانا خبرة ووعي، فينطلق يخدم يبني الحياة. الشاب يبني الحياة، فيحتاج إلى هذول الأخوة. والأخ محمد حسين قال شلون نحفزهم على العادات الإيجابية. العادات هو حل هذا اللي دنقوله. منظمات مجتمع مدني، الأنشطة الدينية الثقافية، يعني ملتقيات، احتفالات، في كل مناسبة فرح مواليد الأئمة صلوات الله نسوي مهرجان، فات مهرجان حلو، يجتمعون ويقرون نشيد ويصفقون ويسمع من الخطيب يتكلم، وشاعر حلو يجي يقرأ الشعر
في حماس شيء فيعبي الفراغ. نعم. سمعت الشيخ، بما أنه احنا تقريبا وصلنا إلى نهاية حلقة الرياض اليوم، لكن قبل لا نختم أحب أسأل عن قضية مهمة جدا. اليوم احنا جميع المتصدين لهذا الموضوع، قضية إدمان الشباب بمختلف المواضيع، يتعاملون مع هذا الموضوع مع الشباب، الشاب في مرحلة متقدمة من العمر، هل التعامل مع هذا الموضوع مع الشباب فقط هو ناجع، أم يجب أن التعامل يكون مع الشخص في مراحل مبكرة من عمره؟ المراحل المبكرة لها أولوية. نعم. مراحل صياغة عقل الشاب، مراحل الدراسة، هم الابتدائية هم الثانوية والإعدادية والجامعة، ذيك المراحل هي اللي تنطي قناعات للشاب. نعم. لازم يعرف مثلا عادة المطالعة، مطالعة الكتاب. سابقا كان معروف أن الكتاب يؤلف في مصر ويطبع في لبنان ويقرأ في العراق، الكتاب يقرأ في العراق، الآن ما موجودة هاي الظاهرة للأسف، يعني لا يقرأ الكتاب. هذا يريد له تشجيع، يريد له حملة إعلامية، الوزارة لازم تخطط، وسائل الإعلام تخطط ويسوون يعني أنشطة لتشجيع الشباب على القراءة، لأنه القراءة فد عادة جدا إيجابية، جدا إيجابية تنفع في حياته. ليش عندنا هالكثرة من حالات النزاع والطلاق، نفس الإدمان على المخدرات وأمثال ذلك؟ لأنه ما مطالع، ثقافته ضعيفة حول التدخين والأرقيلة والسيجار وأمثال ذلك، ما عنده ثقافة. سنويا في العالم 11 مليون إنسان يموت على أثر التدخين، أنواع الدخان يعني الأرقيلة والسيجار وأمثال ذلك. بعض الأنواع موجودة في بعض البلاد اللي شو اسمه يدخنوا بالغليون، غير الغليون نفس الأرقيلة. نعم. على كل حال فالمراحل المبكرة لها الأولوية، وهاي الأولوية تستمر حتى من يكبر يصير 30 سنة عمره 35 سنة. لازم من الأمور المهمة لضبط الشاب حتى لا يروح على العادات السيئة الزواج. نعم. الزواج يشغله، يروح على طلب الرزق، يروح على الشغل. جيد. ينشغل بالله تعالى يرزقه مولود، ينشغل به ينشغل أي منشغال، وما راح يكون عنده وقت الفراغ اللي ربما يسلك به هاي السلوكيات المحرفة. سمعت الشيخ طبعا الحديث عن موضوع الإدمان والإدمان بأنواع وكيفية توجيه الشباب بالطريقة الصحيحة، ربما حقيقة يحتاج إلى كثير من الوقت لنتحدث به ونلم بجميع جوانبه، لكن للأسف أدركنا الوقت في هذه الحلقة وموضوعنا. في نهايتها أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم جناب الشيخ ناصر الأسدي، حياكم الله، شكرا جزيلا، الله يحفظكم. وممكن سماحة الشيخ أنه نتحدث حقيقة في حلقات قادمة بخصوص هذا الموضوع. وأيضا الشكر موصول لشبابنا الأعزاء وعلى أطروحاتهم حقيقة في موضوع حلقتنا لهذا اليوم وأضافاتهم، شكرا جزيلا لكم. سادتي الكرام، الشكر موصول لكم لحسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا في الأداء والتقديم نزار السدخان، وتحيات كادر العمل، في أمان الله.